مسيء؟ لا. واحد زي عمر كمال، هل في كلام مسيء؟ بيكا هنرجعه تاني، وانا بقولها لبيكا من هنا على الترابيزة دي، انا عدت لك حقك الادبي والانساني ورجعتك، هتلعب لي دور الهبل تاني بتاع كاليفوريا وكالابوريا والحاجات دي، هرجعك تاني للكالابوريا والكاليفوريا. اللي هيستخف دمه على حساب ان تتشتم النقابة او تتقذف هعتبره زيه زي المسيء بالظبط. هتستخف دمك عشان تعملهم شوية او تعملهم حبة تطال نقابة المياه المسكية بان يقولك بص ادي اللي النقابة مديال، هتستظرف، هنوريك طعم الاستظراف تاني. اللي هيعمل عبيط هندوقه من العبط، واللي هيعمل اهبل هناخده على المصاحف العباسية. فالحاجات دي يا جماعة، انا راجل صانع نجوم ففاهم كويس جدا مين اللي بيبقى قاصد بالمحتوى بتاعه ان هو يجذب الانتباه، ومين اللي بيتكلم بعفوية بجد. يعني شعبان عبد الرحيم هو ياما قال من الحاجات دي كتير، وكانت الناس بتعتبرها خفة دم، لكن لما تطلع انت تبقى قاصد تعمل ده عشان خاطر الناس تتكلم عليك فتتشتم النقابة، لا انا عادك في بيتكو، عشان لما تتشتم انت بعيدا عن نقابة المياه الموسيقية، سواء كان اسم مصطفى كامل او اسماء السادة الزملاء اعضاء مجلس الادارة. اللي هيستهبل معايا اوعى تجربني. انا من اول ما شفت الفيديو بتاع كاليفوريا وكاليفورنيا وعمال يعملها كده، وانا فاهم ان هي ادوات جذب، اوعى تعمل معايا الحاجات دي. زي ما قلناها وتاني بنقولها، مصر منارة الفن. مصر اللي النهاردة في كل الدول العربية الشقيقة والحبيبة والعزيزة على قلوبنا بتفتخر بيهم وتحتفي بكل فنانيننا اللي موجودين. مصر هي المايسترو. ابنك ما تلومش مع النقابة، اذا كنت انت بتجيب لابنك المخدرات وسايبه داير فيها اوعى تلوم على النقابة، خليه. هيتبقى لي مناشدة كبيرة لمعالي وزير الداخلية، وبقول له يا فندم احنا لازم يكون للنقابة دور في جلسة مع معاليكم عشان نشوف الادارات المعنية بالاداب والمصنفات، مباحث المصنفات والاداب، لان في سلوكيات لبعض الناس في الاقاليم او الناس اللي بتؤدي بشكل احنا ما معناش ضبطية قضائية. فالاول نشدنا وزارة الثقافة، وانا بأبارك للسيد الاستاذ الدكتور احمد هن وزير الثقافة الجديد، احنا اتكلمنا تليفونيا لكني لم اتشرف بلقائه. نفس الجهات كلها اذا كنا بندور على حالة التنقية وحالة الانضباط ان تتضافر الجهود كلها. احنا عندنا جزء، وعند السادة وزارة الثقافة جزء بالمصنفات الفنية، وعند السادة وزارة الداخلية لها جزء، لان احنا بنطارد في بنات كده لو انتوا اتفتحتوا هتلاقوا كمان في الاقاليم بنات بترقص رقص اسوأ من رقص الرجالة. دول يا جماعة مش اعضاء عندنا، دول مش اعضاء عندنا. واللي انا اكتشفت ان كانت عضوة بتعمل كده انا شطبتها، ولكن لما تمارس ده لازم يكون هنا في تنسيق ما بين نقابة المياه الموسيقية وبين السادة وزارة الداخلية المتمثلة في مباحث المصنفات واداب المصنفات والاداب العامة والسياحة، ويكون لنا تنسيق مع بعض اذا عايزين الجهود تتضافر، لان احنا نمحي ده لازم نشوف الموضوع ده باذن الله. نشوفكم دايما ونجتمع بيكم دايما في نقابة المياه الموسيقية، واحنا بكل خير وبلدنا بخير واللي جاي يبقى احلى. اما تيجي تدير مؤسسة بحجم نقابة المياه الموسيقية اللي الناس لغاية النهاردة مش عارفة قيمتها، يعني في ناس كتيرة جدا سواء خارج حدود النقابة او جوه النقابة للأسف في ناس مش عارفة قيمة الكيان اللي احنا قاعدين فيه الكبير قوي ده. الكيان ده بيرعى الاف الاسر اللي عاشت واللي عايشة واللي ماتوا. الكيان ده بيعد في الوطن العربي اهم كيان موسيقي على مستوى الوطن العربي، والكل في الدول العربية الشقيقة اللي انا بقدم لها كل التقدير والاحترام، كل الدول العربية عارفة قيمة مصر، قيمة مصر وقيمة فنانين مصر، واخص بالذكر هنا نقابتي. طبعا فنانين مصر كلها في نقابات تانية اخواتي وعلى راسي، انا باخص بالذكر نقابتي، نقابة المياه الموسيقية، النقابة اللي انتم شايفين فيها الكبار العظماء اللي قدام حضراتكم، سيدة الغناء العربي استاذ عبد الوهاب،
استاذ احمد فؤاد حسن، استاذ عبد الحليم حافظ، عمر خرشد، هنفضل نعد مش هنخلص. هاني مهنا، مجدي الحسيني، سمير سرور، يعني لما هنعد مش هنخلص. يعني كانت اهم المبادئ اللي اعلنت عنها اول ما جيت الدوره دي لزمايلي وما تنزلتش عنها ابدا من بدايه وجودي، هي محاربه الفساد بكل اشكاله وبكل صوره. حضراتكم كنتوا بتيجوا المكان ده، وانا اعتقد ان ثلاث ارباع اللي موجودين دخلوا المكان ده قبل كده وحافظين حيطانه اللي كانت شبه الجراجات. المكان ده ما كانش مكان ادمي، كان مكان لا يليق حتى بان تسكنه الدواب بتاعت الارض. اخترت اول حاجة عشان تبقى النقابة دي تليق بناسها ان قدر الامكان يبقى المكان اللي حضراتكم دخلتوه وشفتوه ده عشان نقعد في شكل ادمي، لان لما تكون عايز تجبر الناس على احترامك لازم تكون راجل، اولا راجل نظيف، نظيف الشكل ثم نظيف المضمون. المضمون بقى اللي احنا دخلناه واللي حضراتكم برضو عارفينه وكان على مرأة ومسمع من الجميع، وهو الفساد اللي كان داير في النقابة دي هنا شكلا وموضوعا وماليا وماديا وكل حاجة. المفاجأة للإعلام كله إن حتى المقر دلوقتي اللي بتيجي زملائنا فيه من كل الأكاديميات ومن الأوبرا ومن الكونسير وزملائنا المهنيين بيجوا يتصوروا في سيلفي. إن يوم ما أطلع من مكان اللي اسمه نقابة المهن الموسيقية أكون عامل مقر يضاهي أي وزارة أو أي سفارة. حق نقابة المهن الموسيقية إن هي تكون كده، ان برضو ما تكونش دورين في عمارة. حق نقابة المهن الموسيقية ان يكون مقرها مقر مضيء، قصر. ده اللي كان مفروض يحصل لنقابة المهن الموسيقية على مدى السنين اللي فاتت، بس للأسف للأسف انتوا كنتوا بتشوفوا بعض ممن اداروا هذه المؤسسة، وانا عارف ان انتوا عارفين كل حاجة، مفيش حاجة غايبة ابدا عن الزملاء اللي واقفين، او بنسبة 75% منهم عارفين كواليس الحكايات واللي كان بيجي واللي كان بيحصل واللي كان بيقول واللي كان بيبقى برا بينازع عشان خاطر يقول لك خدوا مني وقالوا لي ادينا عشان نعمل لك الكارنيه. الكلام ده كله يا جماعة انا اقسم برب العزة، اقسم برب العزة من ساعة ما دخلت هنا النقابة واعلنت نتيجتي يوم 11/10/22، دخلت النقابة يوم 16/10/22 قسما بيمين الله ما حد يجرؤ ياخد من فنان في الشارع اكتر من الرسم النسبي المحدد قانونا. وزي ما قلتها اول يوم هنا دخلتم، قلت اللي هيشيل كارنيهنا له مني كل الاحترام والتقدير ومعاملته كاكبر زميل موجود في الشغلانه. ممنوع على حد وما حدش يقدر ياخد جنيه مش بتاعه. شلنا كمية فساد ربنا وحده يجازينا في صحتنا. بقي لي شهر ان شاء الله، لا النهاردة 16، الشهر اللي جاي ابقى تميت فيها سنتين. انا بعلن على حضراتكم ميزانية نقابة المهن الموسيقية اليوم، وهسيب لحضراتكم المستندات تصوروها كلها بالشاشة البنكية للحسابات. أرصدت نقابة المهن الموسيقية اليوم 16/9 303 مليون جنيه 792 ألف، يعني 304 مليون. استلمت المعاش كان كام يا أستاذ عماد؟ 1065. النهاردة المعاش بتاعنا في سنة وتسع شهور بس 1890 جنيه. وبأمر الله وأنا بعلنها مع حضراتكم وانتوا قاعدين إن شاء الله بنرفع المعاش تاني يوم 1/12 10% تاني عشان تواكب ظروف الحياة والغلاء والحالة الاقتصادية المصرية. مع السادة الزملاء زمايلي وأصدقائي أعضاء مجلس الإدارة كنا دايما قاعدين بنرقي وبنحاول
تكون النقابة زي ما بقت شكلا تليق بنسبة 80% بموسيقيين مصر، قلنا موضوعا لازم تليق بموسيقيين مصر بنسبة 100%. فبعد ما كان هنا في ناس بتقعد برا، اكيد شفتوها اللي كانت بتقعد برا او شفتوه، كان في ناس هنا بتبقى قاعدة برا بتاخد شنط كده وتقول له مش عارف يدي الفلانة، وكلام ده انتهى عندنا، وبقت معاملة الموسيقي على اعلى مستوى ببنات من ارقى الاماكن، نتعاقد مع ارقى الاماكن. كان في زمايلنا كتيرة جدا من الاوبرا والكونسير والكلية التربية النوعية وكلية التربية الموسيقية، ومن حتى الفنانين المهنيين زمايلنا كان بيتكسف يجي هنا من الوضع. النهاردة المعاملة بمنتهى الاحترام وبمنتهى الشياكة، وببنات بأعلى قيمة وبأعلى شكل، وتضمن لكل موسيقي انه داخل بيته بلا خجل، مفيش اي خجل لأي موسيقي. من ضمن الحاجات اللي كانت بتحصل من الفساد، كان يقال ويزاع دايما بين الأوساط الموسيقية موضوع الساحل الشمالي، وانه كان قاصر على عائلة تدير الساحل الشمالي بكل ما يحتويه من أماكن وفنانين أجانب وعرب ومصريين